قال قائد الجيش خليفة حفتر إنه لا رجوع عن تحرير العاصمة طرابلس وبلوغ الهدف الذي حددته القوات المسلحة، مضيفا أن الحديث عن وقف إطلاق النار وسلام لا يمكن أن يأتي إلا بعد القضاء على الميليشيات المسلحة وطرد المرتزقة. وأشار حفتر في خطاب وجهه عبر الهاتف إلى الليبيين الذين خرجوا للتظاهر ضد التدخل التركي في البلاد بساحة الكيش وسط مدينة بنغازي، أشار إلى أن الجيش أصبح على تخوم قلب العاصمة طرابلس وأنه في طريقه لتحريرها من المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان للقتال مع ميليشيا حكومة الوفاق. ما زال التدخل التركي سافر في